تفاصيل أكثر يلتحق بنا عبر الهاتف سيد جلول حاجيمي الأمين العام للنقابة الوطنية للأئمة الجزائريين، أهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا شيخنا. إذن يا ما مرحبا. تعليقكم على ربما تصريح وزير شؤون دينية محمد عيسى الذي قال بأنه لن يتم التسامح مع من يحاول المساس بالمرجعية الدينية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تعلمون جدا ونحن كنا قد أثرنا على الموضوع منذ تأسيسنا، وهو تمكين وتثمين المرجعية الدينية والحفاظ عليها باعتبارها الهمزة وصل وباعتبارها العروة الوثقى التي نجتمع إليها جميعا تحت مدرسة واحدة في احترام إخواننا الإباضية في مدرستهم، وهذا التعاون وهذا التعامل وهذا العروة الوثقى التي نحافظ عليها جميعا تجعل الجزائر في ملأى عن أي فتن وعن أي تلاطم، وخاصة نحن نعيش ظروف صعبة والعالم يعيش ظروف متحولات خطيرة. كنا نريد وطلبنا أن تسمى للمرجعية، ليست مجرد كلام ولا مجرد شعار، لأن ما يقع الآن حتى في وزارة الشؤون الدينية للأسف أنه حتى من يخالف المرجعية تجده على أصل الأمر أو تجده من يأخذ بالقرارات، وهذا الذي أصرنا إليه مرات ومرات سواء في بياناتنا أو في خطاباتنا أو في لقاءاتنا، وهو الجميع أن يعتصم باللحمة الوطنية الواحدة تحت مدرسة الإمام مالك، وهو أول من كتب السنة وأول من دون السنة على الإطلاق، وعلماؤنا الأعلام الذين تواترت علومهم ومعارفهم في الحديث والفقه كلها إلى إمام أهل دار الهجرة إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالتشويش على مرجعية أهل البلد هو قدح فيهم وإضرار في وحدتهم ومساس في حياتهم الشخصية، عندما نكفر هذا أو نفسق ذلك أو ندخله في الملة أو نخرج منها، فهذا أمر خطير جدا في غاية الخطورة. نحتاج جميعا أن نتوحد في مدرسة واحدة. هذا لا يعني أننا نكمم الأفواه من الناحية الفكرية في مذاهبنا الإسلامية السنية، فالإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة على رؤوسنا على رؤوس أعلام الأمة ونكمل لهم كل احترام، لكن نريد أن تكون هذه المدرسة التي ننتمي إليها جميعا باحترامنا إلى مشايخ الصوفية ومشايخ الزوايا واحترام جمعية العلماء المسلمين. هذا الموروث الحقيقي الذي عاش في الجزائر مئات ومئات السنين ومن جسد لنا وحدتنا التي ظهرت في المقاومة المسلحة ضد المستعمر وفي ثورة التحرير المباركة وفي ثورة البناء، كل هذا لابد أن يكون قولا ليس فعلا، أن يكون قولا وفعلا ليس مجرد ما نسوق له في الإعلام مرات ومرات. الذي نريد أن تثبت علماء المرجعية، أن تثبت المرجعية في المنظومة التربوية وفي المنظومة الجامعية وفي الدراسة الأكاديمية وفي القضاء وفي مختلف هياكل الأمة حتى تكون لها فاعلية قوية وتكون سند قويا للوحدة الوطنية. أكيد، شكرا جزيلا لكم سيادة شيخنا جلول حجيمي الأمين العام للنقابة الوطنية للأئمة الجزائريين على هذه المداخلة.